ماشي. مدام كان هي مختارة الله يرحمها، ويعني كانت قريبة جدا من قلبي وانا بعرفها كويس، كانت دايما بتعتبرك تقول زي ابني. تماما تماما، لان هي مدام كريمة الله يرحمها يعني بعد وفاة والدتي كانت الام التانية ليا مع اخواتي البنات الكبار، كانوا امهات ليا برضو، وكانت اختي الكبيرة، فكانت بتعزيني جدا، علاقتي بيها حلوة جدا، ما من مرة مثلا تحس ان انا نفسي في حاجة وتجيبها لي، يعني بصرف النظر عن بقية الاخوات، وكانت لي عندها معزة خاصة، وكان دايما مثلا في التليفونات، كانت تليفونات بعت المنزلية تكلمني تقول لي اي مشكلة مالكش دعوة بماما وبابا وبنور، تيجي تقولها لنا ما اعرف مشكلة، يعني مثلا اترفدت كتير من المدرسة عشان التمثيل، مسرح مدرسي زي حضرتك ما قلت، فاترفدت خلاص وانا خايف اقول لوالدي يعني وكده، فمره اترفدت فرحت لاخويا نور قلت له، فقال لي طب انا هاخدك المدرسه ونقابل مدير المدرسه او الناظر ايامها يعني، وهضربك بالقلم قدامه عشان ايه يعني يحن شويه عليك بس. فروحنا انا هو المدرسه، وقفت انا قصاد المدير وهو قاعد، راح قايم واقف طخ 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 اربع خمس اقلام، ما اتفقناش على كده، احنا اتفقنا على قلم واحد، دي ضايقتني منه، زعلتني منه جدا، فكلمتها في التليفون تقول لا يرضيك يعني متفق معايا على قلم، يقعد يرزع فيا ده كله لا يعني ليه كده وبتاع، فقلت طب بس لما يجي بيصور حاجه يعني بالتصوير هقول له، فلما روح قالت له، فطلبني في التليفون في البيت، والوالده بقت لي خد اخوك عايز يكلمك، وما رضيتش انا بقى اكلمه نهائي خالص يعني وبتاع، بس بعد ساعه كده لقيته جايب العربيه وقال لي البس وخدني وفسحني بقى ولفينا بقى شويه بالعربيه، ورحت بقيت عنده يوم وبتاع وصالح لي يعني. فهي الحقيقه كنت بقول لها كل حاجه يعني. انت على فكره فيك شبه كبير جدا من معتز الدمرداش، يعني انت معتز شبه بعض قوي، انا اول ما خلي بالي دلوقتي. لا شو معتز الدمرداش اقرب واحد شبه ليا. مظبوط. بس هو في مره سواق تاكسي وانا راكب معاه قال لي عايز اقول لك حاجه يا استاذ مصطفى بس ما تزعلش. قلت له ايه؟ قال لي عيلتكم بتشبهني باليابانيين كلكم شبه بعض كده.